لسه انت قايله صرحتي قلتي انه كل رجاله مصر تربيه واحده ست. طبعا طبعا الام هي اللي بتوصل، هي اللي بتعمل وصله اكتر من الاب. الاب دايما مشغول وملبوخ ومش فاضي، لكن الام هي اللي هتقول لها اختك حبيها، دي اختك الكبيره، دي اختك الصغيره، ده اخوكي، اخوكي بيعمل كذا اسالي عنه في التليفون. الام دايما هي الرابطه اللي بتربط كل الحالات دي. مع ان انت في البدايات يعني ما كانتش معاكي والدتك، يعني مش اللي ربتكم مامتك، بس مش قادره اقول لك قد ايه انا شبهها، مش عارفه جينز ولا ايه، بس مش عارفه اقول لك قد ايه انا طالعه اكتر واحده شبه امي انا في التصرفات وفي العلاقات وفي الكلام وفي الطريقه وفي كل حاجه. انا اقرب واحده لامي، سبحان الله بقى. في مونولوج التحول في حياتك، وقت ما عملتي اختيارات ممكن ما تبقاش عاجبه اهلك، ما انت ما تعمليليش الحياه وردي. بصي احنا مقرين انها مش وردي، ما كانتش وردي. لا لا ما كانتش وردي، ما كانتش وردي خالص. لا 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 ما مش بعمل لك الحياه وردي خالص، بس انا كنت عندي فتنه وطريقه التوي بيها على الحاجه لحد ما اجيبها اللي انا عايزاه. يعني من وانا صغيره كنت لو انا عايزه جزمه جديده افضل ابوظ في جزمي عشان اجيب الجزمه اللي انا عايزاها. يعني تعرفي تاخدي اللي انت عايزاه ازاي بالظبط، اللي هي طريقه مسكنه بقى، ضعف، انكسار، ايه، عياط، اي حاجه بس اجيب الحاجه اللي انا عايزاها. حسبتي على اختياراتك وخلصتي قفلتي الحساب ولا لسه بتحاسبي لحد النهارده؟ انا محدش عارف يحاسبني ولا انا عمري حاسبت حد. الحياه بتحاسبنا على كل اختيار. لا 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 بتحاسبنا جامد جدا على كل اختيارنا. مفيش اختيار ببلاش. ده انا خدت حقي تلت وم تلت كفايه كده. مفيش اختيار ببلاش. لا خدت حقي كويس او كفايه كده.